دوك اليوم وقت اللي تقول لي انت الاسلام دين الدوله، معناتها انت اليوم جاي تفرض الدين على الجميع. الدولة هي راعية للدين بحسب الدستور، نفس الفصل راعية للدين إيش معناها؟ معناتها اللي إحنا ما نخليوش جوا مع تتكسر، ما نخليوش ناس تعتدي على المعتقدات الدينية لغيرها. لكن إنسان يفطر على روحه ما اعتديش على معتقدات الدين، ما أجبرش غيره على الإفطار هو.